أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ إمام حسين إمام خالد قنقرة قلقلوة الأفريكاني شيف إمام ما تنفو إسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال الرب ابنني عندك ميتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران الذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم وبلغ رسول الكريم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. ما تنفو يسامو الله كربا. إن شاء الله we read some verses, beautiful verses from Quran al-Majid, from Surah al-Tahrim, the last verses of Surah al-Tahrim concerning the wife of Fir'aun and Asiya, Nuh alayhi salatu wassalam, wa Lut and their wives. And inshallah, we thank Almighty Allah, thank Almighty Allah for enabling me to recite these beautiful, wonderful, fantastic verses from the holiest book on earth, Quran and Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Imam Hussein Imam Khalid Kongoro, Kulugulwe, an Afrikani, Chief Imam, Europe, USA and Asia, leader and founder of Tariqat al-Afrikaniyya Islamiyya Sunnah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.